السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم عبد الله الناصري من قناتكم ابلاتيك. على بالي عندي بزاف ما درت لكمش فيديو، على بها اليوم جبت لكم افضل العروض اللي تقدروا تشروهم في التخفيضات هذو تاع شهر نوفمبر. عندنا هنا 12 هاتف من ماركات مختلفه راهم دايرين في هذا الشهر تخفيضات عديده، وعندنا ايضا هواتف جديده مازال ما دخلش للسوق. هذا وين تم طرحها للبيع في موقع علي اكسبرس، راهي متوفره عندنا، حنقدموها لكم ان شاء الله باسعار جيده. وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا اشتركوا معنا كما العاده ودعمونا باللايك، وهيا نبداو الفيديو كيف كيف. نبداو بالهاتف الاول تاعنا، هاتف جديد مازال ما دخلش للسوق، هو هاتف ريلمي 9A 5G. راهم بداو يبيعوا فيه في موقع علي اكسبرس في التخفيضات تاع هذا الشهر تاع نوفمبر. الهاتف ياتي بمعالج ميديا تاك ديمونسيتي 810، ورام 4 ورام 6 جيجا، و128 في التخزين. هذا اللي عندي 6 جيجا في الرام، والسعر تاعو حوالي 210 دولار. كما تعرفوا اول واحد متوفر عنده هذا الهاتف في الجزائر، وراح نديروا له في قادم الايام مراجعه كامله ان شاء الله. الهاتف الثاني اللي عندي واللي انطلقت عمليه البيع تاعو في شهر نوفمبر في موقع علي اكسبرس هو هاتف ريلمي سي 33. الهاتف يجي بمعالج يونيسوك تي 612، وفيه نسختين، كان نسخه تاع 3 32 جيجا، وكان نسخه تاع 4 64 جيجا. والهاتف هذا ياتي بسعر حوالي 100 حتى 120 دولار على حسب سعه التخزين والرام. نروح الان للخشين، متوفر لدينا هاتف سامسونج ام 53. الهاتف ياتي بمعالج كزينوس 1080، ومتوفر بنسختين، نسخه 6 جيجا في الرام ونسخه 8 جيجا في الرام، مع 128 تخزين. السعر تاعو يتراوح بين 6 حتى 6.5 مليون، ومتوفر في الاسواق الجزائريه، وراح نديروا له مراجعه شامله باذن الله في الايام القادمه. وعندنا ايضا هاتف ون بلس نور 2 سي او، الهاتف متوفر بحاجه قليله فقط في الجزائر، ومتوفر ايضا في موقع علي اكسبرس، تلقاو الرابط اسفل الفيديو، نحط لكم الرابط لتشتروا منه كامل الهواتف هذه اللي متواجده عندنا. الهاتف يجي بمعالج ديمونسيتي 900، ومتوفر بنسختين 6 جيجا في الرام و8 جيجا في الرام، مع 128 تخزين، مع كاميرا 64 ميجا بكسل. السعر تاعو يتراوح ما بين 6 الى 7 ملايين. قلت لكم هنا ماشي متوفر بزاف في الجزائر، لكن في موقع علي اكسبرس كاين. كان ايضا سلسله هواتف الانفينيكس، كان الانفينيكس 12، كان الانفينيكس 12 برو، وكان الانفينيكس 12 برو 5G. الانفينيكس 12 السعر تاعو يتراوح حوالي 185 دولار، الانفينيكس 12 برو 5G السعر تاعو يتراوح حوالي 189 دولار، والانفينيكس 12 برو 4G السعر تاعو يتراوح حوالي 200 دولار. وهذو الاسعار خاوتي كامل بالتخفيضات تاع علي اكسبرس تاع هذا الشهر شهر نوفمبر. يعني لو حاب يشري ويستفاد من التخفيضات يلقى الروابط على الهواتف تحت اسفل الفيديو. واللي ما راهوش حاب يستنى، الهواتف هذه كلها متوفره عندنا، وراح ندير مراجعات ومقارنات بين هاد ثلاثه هواتف. وعندنا ايضا هاتفين ريلمي نارزو، عندنا نارزو سيكونت اي، وعندنا نارزو سيكونت اي برايم. فيما يخص السعر تاع نارزو 50 اي، السعر تاعو يدير حوالي 120 دولار، نسخة 64 جيجا في الرام. أما سعر هاتف نارزو 50 اي برايم، السعر تاعو يتراوح بين 100 حتى 115 دولار، نسخة 64 جيجا في الرام. كما عندنا هنايا هاتفين بوكو، بوكو ام 5 وبوكو ام 5 اس. البوكو ام 5 يأتي بثلاثة نسخ، نسخة 464 جيجا، نسخة 428 جيجا، ونسخة 628 جيجا. والسعر تاعو يتراوح بين 150 دولار حتى 200 دولار على موقع علي اكسبرس في التخفيضات هذه تاع شهر نوفمبر. اما الهاتف الاخر، هاتف بوكو ام 5 اس، الهاتف هذا ايضا ياتي بثلاثه نسخ، نسخ 464 جيجا في الرام، ونسخه 4 128 جيجا في الرام، ونسخه 6 128 جيجا في الرام، وياتي بمعالج ميديا تاك جي 95. والسعر تاعو يتراوح بين 170 دولار حتى 240 دولار، وراح تلقاو الروابط اسفل الفيديو فيها تخفيضات تاع هذا الشهر. قلنا هنا الهاتف الاخير اللي نهضروا عليه، هاتف هو اومي دي جي اف 3 اس او. الهاتف هذا ياتي بنسخه 4 128 جيجا في الرام، فيه معالج يوني سوك تي 610، والسعر تاعو يتراوح ما بين 130 دولار حتى 160 دولار. الهاتف هذا غير متوفر في الجزائر، تلقاوه في موقع علي اكسبرس، راه متوفر عندنا هنايا، رانا نبيعو فيه بسعر علي اكسبرس. سما تلقاو عندنا الهواتف هادو كامل باسعار شابه باسعار الموقع كما يقولوا، ما عندو معكم والو فايده. واخيرا عندنا هذه الطابلات من شركه بلاك فيو،
طابلات هذه الطاب 13 تأتي بنسخة 6 جيجا في الرام و 128 جيجا في التخزين، وتأتي أيضا بمعالج ميديا تاك جيت 85. السعر تاعها يتراوح ما بين 160 حتى 170 دولار. طابلة هذه عندها شهر ولا شهرين ملي خرجت، عم خرجوا واحدة جديدة راح توفر عندنا إن شاء الله في قادم الأيام. طابلة هذه مازال ما درناش مراجعة، راح ندير لها مراجعة في الأيام القادمة. وهذا واش كان في الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الإخوة. اللي حاب يشري يلقى الروابط تاع الهواتف هادو كامل أسفل الفيديو، الروابط تاع موقع علي إكسبرس. اللي حاب يستغل الفرصة ويشري في التخفيضات هذه تاع شهر نوفمبر، واللي حاب يشري الهاتف من عندنا مباشرة يتصل بينا على الخاص وراح نديروا له سعر ممتاز. كان حاجة الخاوة خلونا في التعليقات أما هاتفكم حابين نديروا عليه مراجعة. على بالي كان هواتف بزاف، وكان هواتف قدام شوية، وكان هواتف جدد، وكان هواتف هداوين خرجوا. قلونا أما هاتفكم حابين نديروا له مراجعة، وأما هواتفكم حابين نديروا مقارنات مثل هواتف الأنفينيكس ولا هواتف البوكو ولا هواتف أي هواتف. وما نطولش عليكم الخاوة بزاف، أتهلاو في رواحكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله. سلام.